طيب. ربنا يستر. النهارده كانت من اللقطات الحلوه قوي اللي كان بطلها المهندس نجيب سيرس هي القصه كلها بتقول ايه؟ القصه بتقول ان الكاتب العظيم ابراهيم عبد المجيد كان عمل منشور وبيقول فيه ان هو صح النهارده على نبأ وفاه استاذ عظيم وصديق رائع هو الدكتور صلاح فضل استاذ النقد والدراسات الاندلسيه والانسان النبيل وده كان امس. فالمهندس نجيب رد عليه وقال له خساره كبيره الله يرحمه. هل يبدو ان شخص ما قال له ايه شخص ما قال له لا يجوز عليه الرحمه وبين قوسين كده لا يجوز الترحم على غير المسيحي الاستاذ كذا البرت مش هقول الاسم الثاني هو ايه يعني المسيحي ممنوع يترحم على مسيحي علشان اه ما هي زي المسلمين اللي احيانا بيقول لك ما ينفعش تترحم على المسيحي على لان يعني. الجنه لنا وهم اكيد عندهم قطاع بيقول الجنه لنا وكاننا بن اه بالظبط يعني. نجيب رد عليه قال لا يمكن تكون مسيحي وتقول كده احنا للاسف دخلنا على الحساب وتكدنا ان هو حساب حقيقي الشايف في الموضوع ايه؟ يعني ان في تطرف من كل الجهات في ناس شايفه انت كاتب الجمله اللي قالها أوه الاستاذ نجيب المهندس نجيب قول الجمله اللي قالها اه قلتها لا يمكن تكون مسيحي وتقول أوه أوه كده اه اه قال كده بس المسيحي الصالح المسلم الصالح اللي بجد او اللي بيعرف ربنا بجد مستحيل يتخيل ان الرحمه قاصره على حد يعني بالظبط